يلا بينا حسب الترابيزه، على حسب الترابيزه، متابعينا الكرام، متابعي بوك بي المذيع في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في بث مباشر جديد. معكم اسماء اسماعيل من الاسكندريه. النهارده موجودين في سوق الجمعه، يعني في اسكندريه عند عم عماد ازيل، عمده الخير في سوق الجمعه. النهارده الكل هيفطر وليمه كبيره جدا، يعني محدش بيعملها غير عم عماد كل اسبوع. يعني زي ما شايفين اكتر من 7 كراتين بيض او 10 كراتين بيض مسلوق وثلاث فلفل وجبنه وبطاطس، ويعني وليمه كبيره جدا عم عماد بيبهرنا بيها كل اسبوع. مية خمسة وسبعين. صلى على الحبيب قلبك كتير. بيضة احلى بنفلايه الاحلى ست الكل، عليها حبه فول حلوين. خد يا ست الكل، كل اللي جبت بالصلاه على النبي. ايه صاحبي امسك كده اخويا روح كل خير يا عمر. طلعوا عندنا بالصلاه على النبي. خد يا مدام عاوز جبنه؟ عاوز جبنه؟ ازيك عامله ايه يا استاذه؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ خدت شويه عشان جبنه. كل جبنه بالصلاه على النبي. مطبخ ام بودي، ام ايه؟ جودي بالصلاه على النبي جايه تساعدنا النهارده. ببلاش جت قالت لي اشتغل معاك النهارده من غير اي اجر. يلا عمده، مطبخ ام جودي، ام ايه؟ ام جودي. يلا عمده، يلا ساعدينا بقى. سندوتش جبنه. امسكي كده حاجه اهو. خدي حاجه اثنين اهو. لا الجانب التاني عشان خد يا ست، يا عم عماد الفطار النهارده ايه يا عم عماد؟ هو ده بتاع البيت. واحد جبنه. عاوز ايه؟ واحد جبنه. يا حاج
بيضحك في واحد جبنا يا اخ عايز نلف عقيم انا أبا واحد جبنه واحد جبنه واحد جبنه معلش 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 جايبين ناس اهي تبع التلفزيون تساعدنا نعملوا ايه تاني بقى نعملوا ايه تاني بصراحه النبي واحد جبنه واحد جبنه يا عم انت اشتغل معاك النهارده ببلاش كويس قوي بعد ما تخلص تيجي تشتغل في الكراسي بقى ده حبيبي كل يجي افطر ببلاش في الصلاه على النبي افطركوا عندنا ببلاش افطركوا عندنا ببلاش افطر النهارده يا عم عماد افطر عندنا جبنه عندنا بيض وعندنا بيض بالبانيه وخير يا ما هو فول والدنيا حلوه بالصلاه على حضره النبي طب بالنسبه للناس اللي هي صايمه النهارده هتفطر برضو الناس الصايمه تاخد البيضه معاها تاكلها بعد الفطار باذن الله ايه اكل افلايه عادي ماشي اكل افلايه واحده ماشي اكل افلايه عادي كل جه افطر بالصلاه على حضره النبي اكل افلايه تركوا عندنا ببلاش خدت انت حاج روحك اكل افلايه روحك خدت حد ما خدتش ثلاثه خد يا عم ثلاثه ماشي كل جه افطر بالصلاه على حضره النبي تركوا عندنا ببلاش تركوا عندنا ببلاش ماشي اكل افلايه طرف عندنا ببلاش طرف عندنا على عربية الفول هنا ببلاش فول بيت جبنة جبنة بالصرمة في عمل يلا بيعنا كراسي استفتحنا افطركوا عندنا ببلاش بالصلاة على النبي افطركوا عندنا ببلاش بالصلاة على حبيب النبي في ناس بتسألك يا عم عماد لو حد حب انه يساهم معاك يعمل ايه؟ اللي يحب يساهم معايا يجي يجيب الحاجة ويحطها على الترابيزة كده يجي يجيب الحاجة ويحطها على الترابيزة ما بناخدش فلوس من حد برأيي يعني اتنين تلاتة حبايبي لو جابوا حاجة بنحطها على الترابيزة كده بس الصلاة على حضرة النبي اي حد عايز يساعد اي حد احنا مرحب بيه يجي يحط الحاجه هنا على الترابيزه ولا وينوبوا صواب لربنا امال معانا خير ياما الحمد لله عندنا خير ياما نحمده ونشكره ماشي ماشي يا حاج كل اللي جاي يفطر بالصلاه على النبي اديله واحد اديله واحد مش خدت بيت من شويه ماشي اديله بيته ماشي يلا خد ترك عندنا ببلاش بالصلاه على النبي تركوا عندنا ببلاش بالصلاه على النبي ماشي اطلع يا حاج اطلع باشا تركوا عندنا ببلاش بالصلاه على النبي ترك عندنا ببلاش بالصلاه على النبي اطلع يا ابو عم انت هتشتري ولا هتقعد تحط روح اطلع اطلع تعبان كل جبتك بالصلاه على النبي كامل فلاتر يا ايه ببلاش شد دوتش بلافل تركوا عندنا ببلاش بالصلاة على النبي خد يلا حبيبي تركوا عندنا كل جمعة ببلاش ماشي يلا بقى اطلع حبيبي عاوز ايه ماشي هات البيت اهو واحد فلافل اكيد خد يلا خد يا حبيبي عبد شيك واحد ماشي بس واحد عندنا ببلاش بالصلاة على النبي جاب عمك مبارك هذا مش عمك عمر البشير واحدة ثلاثة وكل الاثنين عمر البشير ومبارك انت تبع عمر المختار عاوز ايه حاج؟ قول قول طلعت اربع من طب قول بس عاوز ايه يا عم؟ احنا مالنا باسرائيل بص يروح هناك بقى هو مبارك كامل كامل
افطاركم ببلاش بالصلاة على النبي. ببلاش خد. خد تعالى يا عم خد. رد عليا. رد عليا. خد. انا باخد منك اكتر من ثمن البيت، ربنا بيرزقني. امسك ما تاخدش فلوس. مزاجي انا كده. ربنا بيرزقني روح. روح يابا. خد يا حاج. اطلع يا استاذ. ايه؟ اخدت مش عارف ايه؟ اخدت والله. خد بيت. افطاركم عندنا ببلاش بالصلاة على النبي. افطاركم عندنا ببلاش كل جمعة. خد يا ابني خد يا ابني يلا يا رجالة. العين. يلا يا رجالة. خدت مش عارف ايه؟